السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل تطريز. الخامة اللي عندي قماش لكرة، هنطرز عليه شكل وردة، تقريبا الشكل ده. تمام، هرسمه معاكو وهنطرزه. تمام، طبعا لو القماش شفاف هيبقى حلو انك تحطي الموبايل تحت القماش كده وتبدأي تشفيه، بس عشان طبعا القماش غامق، فيا اما تجيبي الصورة تحاولي انت تشفي، يعني ترسمي زيها، او تعمليها مثلا على كراسة وتبدأي تفرغيها وتحاولي ترسميها على القماش بعد ما تفرغيها. تمام، مش لازم تكون بيرفكت قوي، يعني هتبقى شبهها. تمام، تقريبا ظبطت الشكل كده. الالوان ان شاء الله انا هستخدمها ابيض، اخضر، بني، واصفر كناري. تمام، دول الالوان اللي هستخدمهم عشان اعمل الورد. هبدأ اعمل معاك، انا هلف الخيط على الابرة كده، يعني انا خلاص خرجت بالابرة اهو. همسك الخيط كده والف الخيط كده، 1 2 3 4 5. تمام، واروح مدخلة تاني في نفس المكان بالشكل ايه ده، عملت عندي الدايرة دي تاني مع بعض. بخرج بلف الخيط، 1 2 3 4 5، واقوم داخلة نفس المكان تقريبا، اشد الخيط بالشكل ده فتعمل عندي الدايرة دي. تمام، باينة. انا هملي الفراغ كله بنفس الطريقة دي. تمام، 1 2 3 4 5 كده، واقوم داخلة بالشكل ده. تمام، نعمل تاني، 1 2 3 4 5، وادخل بالشكل ده. نملي الجزء ده، 1 2 3 4 5. طبعا العد ده علشان يبقى كلهم تقريبا نفس المقاس، تبقى شكلها مش حلو كده. حلو، تمام، عشان يبقى شكلها مظبوط.
كده وضحت. تاني، 1 2 3 4 5. تاني، اتأكد منه. بالشكل ده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بندخل بالشكل. تمام. بخرج من الإبرة تاني، بمسك الإبرة كده وبلف الخيط عليها 5 مرات بالشكل ده، وبرجع أدخل في القماش تاني بالشكل ده. تمام. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. ندخل القماش تاني كده. بالشكل هكمل بقية الدايرة وهرجع لكم تاني. اي كده انا خلصت الدايرة من جوه باينة كده. انا خلصت الدايرة من جوه بالشكل ده. هعمل التانية برضو علشان بعد كده هغير اللون وهوريكم. هقفلها من ورا. بالشكل ده. طبعا استخدام الطارة بيسهلها علينا جدا في التطريز، ف بقى منتشر دلوقتي موضوع الطارات ده. فالأحسن انك لو هتطرزي تجيبي طارة وتشتغلي عليه. تمام. هعمل دي دلوقتي. بالشكل ده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ايه، همشي على الحواف البيضة دي كلها وبعد كده املى جوه الدايرة. بالشكل ده.
تمام. كده انا خلصت الجزء اللي هو جوه ده تمام، وهبدأ اعمل البتلات بقى نفسها. تمام، هبدأ كده. نبدأ نعملها ازاي؟ انا ضعفت الخيط، خليته اي 4 تمام، علشان يعني ينجز معايا الشغل اسرع. تمام، شكل ده. وضحت؟ تمام، هتبقى كده تمام. يبقى انا بعمل الخيط ازاي؟ رايح جاي لحد ما املي الفراغ. تمام، رايح جاي بالخيط كده لحد بس ما املي الفراغ. تمام كده، يعني انا بمشي على الخط من بره كده بالشكل ده. تمام، شوف الخط عندي اهو،
بخرج منه وبعمل كده. تمام، تاني الشكل ده على حافة البتل. انا بقى ايه بعمل الخيط بالشكل ده كده. انا خلصت البردة الاولى تمام، وبدأت جزء في التانية، فهكملها معاكم. نعمل كده في ابعاد الدايرة اللي انا رسمها، حدودها كلها. بالشكل ده لو لقيت فراغ اسود كده في النص بحاول ادخل فيه تاني عشان ما يبقاش باين قوي. هو ده كده، بحاول امل الفراغ ده كده. تمام، ممكن نعمل واحدة هنا كمان. تمام، بالشكل ده هكمل بقية البتلة دي، وهنيجي بقى نعمل مع بعض باقي الوردة كده. انا خلصت البتلات اهو، وهبدأ تطريز معاكم الفرع. انا همشي على حدود الفرع كله بالخيط. هعمل اول حاجه كده تمام، وبعدين بيجي من نصه بدخل كده، بيجي من نص الفرع الغرزة الأولانية بدخل في نصها كده بالشكل ده. تمام، تاني هنمشيها كلها بالطريقة دي. أنا بخرج بعدها وباجي من نص الفرع وبدخل كده. تمام،
همشي عليها كلها بالشكل ده. بالشكل ده بانت، اعتقد وضحت. هنبدأ نعمل مع بعض فرع الشجرة. تمام، اعمل اول حاجة طوله بالشكل ده، وبعدين امشي بالشكل ده، اتدرج من فوق لتحت كده.
يا رب تكون بس الفكرة واضحة. تمام يبقى بالشكل. تمام عملنا فرع الشجرة اهو بالشكل ده. نعمل التانيين برضو بنفس الشكل نفس الطريقة. الرسمة لسه فيها فرعين. بنعمل برضو طول اهو ممكن دي برضو نعملها بشكل تاني بالشكل ده زي البتلات تقريبا كده بالشكل ده. بنبدأ برضو التاني نعمل طول الفرع أول كده وبنمشي من جنبه كده لحد ما أطرز باقي الفرع كده. برضو نيجي بقى من الناحية التانية بالشكل ده جنبه كده. نحاول خيط بس ما يكونش مشدود ما احنا بنشتغل.
لو عملنا حاجة بالصوف وطرزنا عليها بتبقى شكلها حلو جدا. فاحنا لسه هنعمل مع بعض كذا حاجة وان شاء الله تعجبكم.